بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون في أمة الإسلام من كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس العاشر من مجالس كتاب تهذيب السيرة النبوية للإمام أبي زكريا النووي رحمة الله تعالى عليه، في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد من رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، رجاء والتماس بركة هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وعسى أن يكون مجلسنا هذا كما أسلفنا مرارا ونحن نتذاكر صفحات من سيرته العطرة وإن كانت موجزة، ونبذة مقتضبة من شمائله العطرة عليه الصلاة والسلام، عسى أن يكون مجلسا حافلا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نبراس هذا الكون منبع نوره بلغت مآثره الكريمة أنجما، لك يا رسول الله خير مكانة في قلب من صلى عليك وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مضى مجلسان أو أكثر في الحديث عن هذا الفصل الحافل الذي أفردت فيه المصنفات وليست الفصول ضمن الأبواب، وانعقدت له المجالس تلو المجالس في الحديث عن باب كريم من أبواب نبوته مدحه به خالقه جل في علاه، وأثنى به عليه من فوق سبع سماوات، وأنزل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لما قال ربه سبحانه وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هو خلقه صلى الله عليه وآله وسلم الذي ابتدأنا فصله منذ مجلسين أو أكثر، ولم ينتهي الفصل بعد رغم وجازة العبارة في كلام المصنف رحمه الله واقتصاره على جمل عامة عظيمة شاملة، إلا أنه لا يمكن أن يوسع الحديث مهما اختصر عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم أمة الإسلام أننا نتحدث ليس عن صفحة ولا عن موقف ولا عن ساعة أو حديث ورواية، بل نتحدث عن حياة بأسرها، نتحدث عن سيرة كاملة عاشها صلى الله عليه وسلم، تتلمسون خلقه الكريم وصفحاته المشرقة في كل موقف، في كل رواية، في كل حديث. هو هكذا، لأنها حياة من كل أبوابها، مع الصديق والعدو، في الأسرة وخارجها، في البيت والمسجد، كل ذلك كان يعيش إشراقات من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا مضى معنى الحديث في المجالس السابقة في فقرات تناولت جوانب مختلفة، منها ما تعلق بمجلسه، كما مضى أن مجلسه كان مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر وسكينة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، وفقرات كانت تتناول باب عبادته وعلاقته بربه عز وجل وكثرة ذكره وفكره صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: كان كثير الذكر دائم الفكر. ومضت أبواب كذلك في الحديث عن كلامه وحديثه العذب صلى الله عليه وسلم وهديه فيه، فكان يتكلم بجوامع الكلم، يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، كلامه بين يفهمه من سمعه، لا يتكلم من غير حاجة، لا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وأبواب أخرى تتعلق بجوانب أخرى، مثل طعامه وشرابه، ومثل شأنه في جلوسه وقيامه وقعوده عليه الصلاة والسلام. حتى نختصر الكلام ولا نعود إلى ما سبق، لكن للربط
اللاحق بالسابق، وقفنا عند حديث المصنف رحمه الله عن سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، عن مجالسه معهم كيف كانت، وقد وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله: كان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم ويتفقد أصحابه. كما تقدم في فقرات مضت، هذه جمل تمثل معالم كبيرة في شأنه في التعامل مع أصحابه وكسب قلوبهم واجتذاب مودتهم وموالاتهم. أما إنه والذي بعثه بالحق عاش صلى الله عليه وسلم أليفا مؤلفا، كان تهواه القلوب عليه الصلاة والسلام لشدة ما يحسن إليها ويتألف لها، فكان يألف ويؤلف. وأشار إلينا أن هذا شأن المؤمن، أن يألف ويؤلف. إنما ألفه أصحابه لأنه كان يتألفهم، ومعنى يتألفهم أنه يبحث عن الأبواب التي توطن بها محبتهم فيكسب مودتها، ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم، يقصد بكرام الأقوام ساداتهم كبراؤهم الوجهاء فيهم والأعيان، فإن العناية بهم عناية بالقوم كله وبالقبيلة كلها، فإنهم قد عقدوا مناط إكرامهم وإجلالهم لهؤلاء الكبراء والوجهاء بينهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكسب احترام ومودة ومعزة القوم جميعا بإعزاز كبيرهم ووجيههم وكريمهم، يكرمه تارة بالإهداء وتارة بالتصدير في المجالس، وتارة يوليه أمر المهمات فيبعثه بعدما يعودون من عنده وقد دخلوا في الإسلام وأعلنوا البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فيطلب منهم أن يتولى أمرهم وأن يدير شأنهم وأن يحكم بينهم بحكم الله الذي قد دان له ودخل وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون الإكرام كما أسلفت بالإهداء يتألف القلوب، وتارة بإعطائه الأمر العظيم أو بإقطاعه أو بإبدائه ما سأل والدعاء له، كل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم إكراما لكرماء الأقوام. قوله ويتفقد أصحابه يعني يسأل عنهم إذا غابوا، إذا مرضوا، إذا أصيب بعضهم بشيء، وقد كان في ذلك صلى الله عليه وسلم بالرغم من كثرة أشغاله وأعبائه ومهمات حياته إلا أنه كان حريصا غاية الحرص. وأضرب لذلك مثلين كبيرين عزيزين كريمين لهما وقع في تاريخ الأمة، ونحن نقرأ السيرة إلى هذا الجيل، فكيف بوقعه بين أصحابه رضي الله عنهم جميعا، بل كيف كان وقعه على أصحاب الشأن أنفسهم. أما الموقف الأول فعيادته صلى الله عليه وسلم للمرضى، وهذا كثير، يعود مريضهم، يزوره في المكان الذي يمرض فيه سواء كانت داره أو في دار من يمرض عنده. وأما سعد ابن معاذ رضي الله عنه، السيد المطاع الأنصاري، الرأس من رؤوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنه لما أصيب ونزف رضي الله عنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يطبب في المسجد ليكون على مقربة منه، وهذا في غاية الإكرام، وهذا ولا شك في أعظم صور التفقد للأصحاب وللسادات منهم والنخبة والصفوة كسعد رضي الله عنه. طبب في المسجد حتى يكون بإمكانه أن يراه عند كل صلاة وأن يزوره بين الحين والحين إذا دخل وإذا خرج، وذلك لمكانة سعد رضي الله عنه، فإنه ثبت في الحديث أنه لما أقبل ذات يوم قال: قوموا إلى سيدكم. سعد رضي الله عنه سيد من سادات الأنصار والصحب جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما طبب وحان أجله وفاضت روحه إلى باريها قام صلى الله عليه وسلم ينعاه إلى أصحابه يتعجل في إدراكه وهو يقول لهم: قوموا إلى صاحبكم لا تسبقنا إليه الملائكة. وأما الموقف الآخر في تفقد أصحابه فهي المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت ذات ليلة رضي الله عنها،
فاهتم بأمرها الصحابة وغسلوها وكفنوها ودفنوها، ولم يخبروه صلى الله عليه وسلم ليس لشيء أكثر من كفايته أمرها، وأنهم يتولون الشأن ويكفونه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال عظيم الأشغال والمهمات صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه لتفقده لأصحابه، وهذا موضع الشاهد، فقدها في اليوم التالي، فسأل عنها فأخبر أنها ماتت وأنهم دفنوها رضي الله عنهم جميعا، فقال هل آذنتموني؟ فقام إلى قبرها عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى عليها. وهذا آية أخرى من شواهد هذه العظمة في خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم لتفقد أصحابه. فلا تعجبوا أن ملك قلوبهم، بل أسرها والله بحبهم وإجلالهم وتعظيمهم لنبي كريم، ملك قلوبهم حبا عليه الصلاة والسلام فوق المحبة الشرعية التي أمرنا بها، فقد ملك قلوبهم بمثل تلك المواقف التي ما زالت تتتابع في حياتهم، وهم يرونها في أنفسهم تارة وفي من حولهم تارة، الكل قد وجد منه الرفق والرحمة والحنان واللطف والتفقد والعناية منه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في جمل تصف أبوابا أخرى من خلقه في التعامل مع الناس من حوله، في الجملة قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، والمقصود بالفحش كل بذيء مستبشع تستهجنه النفوس والعقول السوية والقلوب الطاهرة، فإن كرماء القوم والنبلاء وأصحاب العفة والطهارة يأنفون من الفحش، والمقصود به كل دنس من القول أو الفعل، كل ما يمت إلى ما لا يليق بالأخلاق والمروءة بصلة، كل ما وصف في عرف أوساط الناس والمجتمعات الفاضلة، كل ما وصف بأنه دميم وقبيح ومستهجن قولا أو فعلا، بالفعل في تصرفات بدءا من الهمزات والغمزات وإشارة الأعين والأيدي، وانتهاءا بتصرفات الأفعال والمواقف والوقوع في الفواحش أجاركم الله، والانكفاء في مستنقعات الرذيلة والخنا، وما بين ذلك من تصرفات وأقوال وأفعال درجات في الفحش، والله عز وجل ينزه أهل الإيمان فضلا على السادات من الأنبياء الكرام عليهم السلام عن الوقوع في تلك المستنقعات البشعة والرذيلة التي لا تليق بهم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني واقعا في الفحش بصورة من الصور قط، ولا متفحشا يعني لا يقع فيه قصدا وعمدا ولا بالغلط أو بالسهو، فإنه لا يتقصد ذلك ولا يتعناه ولا يتكلفه، بل لا يقع فيه ولو استفز صلى الله عليه وسلم ودفعته المواقف إلى شيء من ردود الأفعال التي قد يستفز بها بعض العقلاء فيقع في طيش أو سفه أو فحش، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم نزه عن كل ذلك. وقيل لا الفحش ولا التفحش يعني بالقول أو بالفعل، كلاهما كان منزها معصوما عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا كرام، فإن هذا من دلائل نبوته. أما رأيتم كيف أن الأعداء في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده ممن ملئت قلوبهم غلا وحقدا وكفرا وفجورا، أظلمت قلوبهم عن الإيمان فعميت عن اتباع الحق، أما رأيتم أنهم عبر التاريخ رغم الكذب والافتراءات، رغم الزور والبهتان، رغم التعدي والتطاول، إلا أنهم لا يجرؤون ولا يملكون نصف كلمة ينسبونها إلى المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه منقصة له في أخلاقه أو أفعاله أن ينسب إليه فحش أو تفحش؟ وهذا والله آية. قالوا كذاب، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا أقاويل كثيرة، لكن ما يجرؤ واحد منهم أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالفحش أو بالتفحش أو بالوقوع فيما لا يليق أو ما لا يليق بأهل المروءات. وحتى
في أزمان متأخرة بعده إلى زمننا المعاصر. وعجب والله أن الروايات على ضعفها والافتراءات على كثرتها لم ينسب فيها شيء كذب وزور أو حديث موضوع ينسب إليه صلى الله عليه وسلم زلة لسان أو قولة أو فعل، كيف وقد عصمه ربه عز وجل بل وحماه وحفظ عرضه من أن يطال صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك البهتان والزور والإفك الذي نزهه الله تعالى عنه طيلة حياته ونزهه عنه بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله في تتمة ذلك: ولا يجزي السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. الموقف تجاه الإساءة يا كرام يتنوع في مواقف البشر، لكنه من حيث الجهة المشروعة ينحصر في مراتب ثلاثة. أولها مقابلة السيئة بالسيئة، يعني ردها بمثلها، وهذا هو العدل والإنصاف، أن يقتص صاحب الحق لحقه وأن يأخذ بحظ نفسه. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه مرتبة العدل والإنصاف، أن لا يبتدئ المسلم آخر بسيئة وإساءة قولا وفعلا، لكنه يشرع له أن ينتصر لنفسه. قال الله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فهذا أول المراتب، وهو العدل والإنصاف والانتصار للنفس والأخذ بحقها، مقابلة السيئة بالسيئة. ولا تسمى سيئة إلا في مقام المقابلة اللفظية، وإلا فرد الإساءة انتصارا للنفس لا يسمى إساءة. المرتبة الثانية تجاوز ذلك بالعفو والصفح، بمعنى أنه لا يقتصر على رد الإساءة بإساءة، بل يتعاظم في خلقه فيعفو ويتنازل عن الموقف عفوا وصفحا. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أجره على الله إشارة إلى عظم هذا الجزاء الكبير المترتب على العفو عن الإساءة. ولهذا قال الله في الآية الأخرى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه مرتبة أجل ومقام أكبر، ولا يقوى عليه إلا كبراء النفوس، وعلى رأسهم نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، كما قال هنا: بل يعفو ويصفح. ذكر هذا في سيرته ليس في رصد مواقفه في الحياة التي عاشها حياة كرم وبذل وعفو وصفح، بل قبل أن يبعث. هكذا وصفه في الكتب السابقة، أنه لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، فأثر هذا عنه قبل أن يخلق ويبعث صلى الله عليه وسلم. أما وقد بعث وعاش بين ظهراني قومه وأمته فما وجدوه والله إلا كذلك، هذا يسيء إليه بالقول، وذاك يغلظ له في العبارة، وذاك يتهمه بالكذب، ورابع وخامس وعاشر، بل حتى بعد الإسلام وإقبال الوفود عليه يأتي هذا فيغلظ له العبارة، والثاني في الموقف والإشارة يطلب الصدقة فيغلظ له فيقول: مر لي من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيأمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء كبير حتى تطيب نفسه ويفرح ويسر خاطره، ويعطي غنما بين جبلين، وأعطى مسلمة الفتح حتى أرضاهم صلى الله عليه وسلم، وقسم بينهم الأموال والمغانم. وكذلك الشأن عنده صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح كلما قدر، وأعظم ذلك عفوه يوم فتح مكة، جاء إلى قوم قد عادوه أكثر من 20 سنة، ولما ملك رقابهم وأمرهم تلك الساعة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الكريمة كانت تمثل هذه المرتبة السامية التي قال عنها: لا يجزي السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح.
أما ثالث المراتب التي جاءت بها الشريعة فمقابلة الإساءة بإحسان. نعم، ليس مجرد اقتصار عن دفع السيئة بسيئة، ولا الوقوف عند الصبر والاحتمال والعفو عن المسيء، بل مقابلة الإساءة بإحسان. وفي هذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمعوا يا كرام ماذا قال الله عن هذا المقام. قال: ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله مهما ضعفت نفسك أو أثقل عليه الشيطان وأجلب عليها بخيله ورجله في موقف تريد فيه الإحسان إلى من أساء، فيأتي فيذكرك بالمواقف ويجدد عليك المواجع، فتذكر ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا رجوت أن تكون من هؤلاء القلة أصحاب الحظ العظيم، فدونك أن تكابر وتصابر وتتحمل حتى تبلغ تلك المقامات. والله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم، فأمره فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه الكريم عز وجل، فعاش حياة ملؤها العفو والصفح، بل والله إن حياته كلها وسيرته العطرة كلها صلى الله عليه وسلم كانت عفوا وصفحا. أوذي لما خرج إلى الطائف، أوذي يوم أحد وقد جلب له قومه الحرب والعداء، فما وجدوا إلا العفو والصفح. يستأذن في أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين، بل يرجو لهم العفو والصفح. ولما يسأل عما أصابهم يوم أحد، عما أصابه وقد وقع في الحفرة وانكسرت ثنيته وسال الدم على وجهه وشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ذلك فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويتأسى بأخيه موسى عليه السلام، قال: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. هذا موقف آخر من مواقف عظمة النفوس التي يتعلم فيها الكبراء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو والصفح، خصوصا مع ذوي الضعف، ضعف المكان أو المكانة، القدر والمنزلة. الخادم الذي من شأنه أن يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي، ومن شأنه أن يوبخ ويعاتب ويخاصم، لكنه في مقام الخلق المحمدي لا يعيش إلا عزيزا كريما. وأما المرأة فلما غلب الشأن عليها في الضعف لضعف خلقتها التي خلقت عليها، ليس ضعف مكانة بقدر ما هو ضعف خلقة يحملها على الحياء، على التغاضي، على الصبر، بل ربما كان ذلك سببا في جرأة بعض من فقد مروءته ورجولته فيستعدي عليها لضعفها بشتم أو ضرب أو إيذاء. لكن الخلق الكريم ينأى بصاحبه عن الوقوع في تلك الرذائل، وقد حفظ من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ما ضرب خادما ولا امرأة، مع كون موجبات الضرب ضرب عقاب وتأديب، أن موجبات ذلك قد تكون قائمة ومتحققة، بل هذا هو الظن الغالب أو الأمر المحقق بما جرت عليه العادة وما استقرأ الناس عليه أنماط الحياة. فإنه لا يخلو خادم من تقصير أو تفريط أو إهمال، ولا يخلو أيضا من قلة إدراك تارة أو ضعف انتباه تارة، ففوات مصلحة رتبت على ذلك السهو والغلط أو التقصير والتفريط والإهمال. فأن تجد حياة استمرت سنين في بيته صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه فلا يمد يده ضربا على أحد منهم قط، وفيهم الموالي الذين كانوا أرقاء تحت يده عليه الصلاة والسلام. وأما النساء فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا زوجة ولا اثنتين ولا ثلاث وأربع فقط، بل تجاوز ذلك كما تعلمون إلى 9 نسوة وإحدى 10 امرأة اجتمعن على أوقات متفاوتة في عشرته الزوجية صلى الله عليه وسلم. ومحال
أن نظن أنها حياة كانت عامرة بالصفاء والمودة، أنها لم يكدر صفوها في ساعة من ليل أو نهار أو يوم من الأيام أو في وقت من العام، أنه لم يكدر صفو ذلك شيء من الاختلاف أو شيء من الشقاق وشيء من ما يقع في الحياة الأسرية مما لم يخلو منه بيت النبوة قط. ومع ذلك فإنك تجد في حياته صلى الله عليه وسلم غاية العظمة في الخلق الكريم، فإنه ما مد يده على امرأة منهن ضربا قط صلى الله عليه وسلم، بل كان غاية ذلك العتب والهجر الذي كان ينأى به صلى الله عليه وسلم، ينأى فيه بخلقه الكريم عن أن يتجاوز ذلك، فلم يحفظ في سيرته النبوية وحياته الأسرية شيء يخدش الحياء أو يستحى من إظهاره. بلى والله لقد كانت سيرة مشرقة عطرة، صفحة بيضاء نبديها بكل افتخار للأمم جمعاء، أننا أمة حفية بنبي كريم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا شيئا قط، يعني في الضرب، لا امرأة ولا خادما ولا شيئا سوى ذلك، إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى فيمتثل أمر ربه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فحمل السلاح ولبس الدرع ورفع السيف في القتال جهادا في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد مضى قبل ذلك الإشارة إلى غزواته وسراياه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا في شأن رفقه العام بأمته عليه الصلاة والسلام، أن يخير بين أمرين في بيته، أو يخير بين أمرين في شأن يتعلق بغيره، أو يخير بين أمرين في شأن خاصة نفسه، إلا اختار أيسرهما، في سفر وحضر، في إقامة وارتحال، في طعام وشراب، في أي شأن من شؤون الحياة، بضابط واحد وقيد مهم: ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما غدت عنوانا للرفق المحمدي والتيسير النبوي الذي رفع رايته صلى الله عليه وسلم رفقا بأمته، فكان كما قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه أي أمر فيه المشقة والعنة الذي يصيبكم، حريص عليكم. هذه صورة جلية من صور الحرص بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة غدت معلما من معالم الشريعة الغراء على يدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، تشريع التيسير وتقريبه وبجعله بابا مفتوحا لا يوصده أحد بعده في الأمة قط. وهو يوجه لذلك بقوله: إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق. وهو القائل وقد بعث بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فضلا عن نصوص الشريعة المتواترة المتضافرة التي تؤكد يسر الشريعة وتيسيرها. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد كان يلتمس الأيسر والأخف والأرفق به وبمن حوله، بل بأمته جميعا عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: بعد أن أمضى صفحات في هذا الفصل المختصر الوجيز الذي قضينا فيه مجالس عدة فيما سبق، قال: ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، يعني استغنى بذكر هذه الجمل عن إيراد الشواهد والروايات المسوقة بأسانيدها وما حفظته الرواة وما نقلته الدواوين، لأنها أكثر من أن تذكر صدقا والله، بل أفردت فيها المصنفات، ولو استقصيناها ما أطقنا لذلك المجالس الكثيرة المتتابعة. قال: ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين. المقصود بعلم الأولين والآخرين من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. علم الأولين المراد به الأمم السابقة
فإنه عليه الصلاة والسلام ما عاشها ولا أدرك أزمانها، لكن الله عز وجل أعلمه فعلمنا مما علمه الله تعالى شأن الأمم، من آدم عليه السلام فنوح فإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من النبيين المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلم الآخرين يعني ما سيكون بعده في الأمة، إما من نبوءات وقعت أو ستقع، أو مما سيكون في اليوم الآخر من أحداث الجنة والنار والوعد والوعيد وما يكون يوم الحساب وشهود الشهود ونصب الموازين، كل ذلك قد بث في سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود علم الأولين والآخرين، فلا يعلم إلا ما علمه الله تعالى إياه. قال الله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال الله تعالى له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي غير ما موضع يشير القرآن عقب قصص الأنبياء والمرسلين وأحداثهم التي مضت في أزمان غابرة، في مثل قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، في قصة نوح عليه السلام. وقال الله تعالى في قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله تعالى في قصة مريم وعمران وزكريا عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكل ذلك من الغيب الذي أطلعه الله عليه من علم الأولين، وما سيكون أيضا من علم الآخرين. قال المصنف رحمه الله: وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، يعني بالشريعة كلها، أصولها وفروعها، حلالها وحرامها، عقائدها وأخلاقها، عباداتها ومعاملاتها، شريعة كاملة آتاه الله عز وجل ذلك كله فبلغه. فأشهد وتشهدون أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح في الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وأنه ما لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه حتى دلنا على كل خير أمره الله تعالى به وحذرنا من كل شر نهانا الله تعالى عنه. وما أفضى إلى ربه عليه الصلاة والسلام ولا طائر في السماء يقلب جناحيه إلا علمنا منه علما، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله: وعلمه وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر. هذه آية، وهي في سياق المعجزات أقرب، وفي سياق دلائل النبوة أظهر وآكد وأوضح أنه أوتي كل ذلك العلم. قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وهو مع ذلك أمي لا يقرأ ولا يكتب. وصفه بالأمية هنا وصف إعجاز وتشريف وتكريم وإثبات نبوة من أعظم الدلائل وأظهرها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذه آيات بينات على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، قالها مرتين وقبض أصبعه في الثالثة. قال المصنف رحمه الله: وآتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين. فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، ما تعاقب الليل والنهار، صلاة وسلاما دائمين أبدا، عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. هكذا هو مقامه العظيم، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، في الكرامة، في المعجزة، حتى في خصائص النبوة والرسالة، وهو القائل: أعطيت خمسا
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأوتيت جوامع الكلم، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، فضلا عن كثير من المعجزات التي خص بها والتي ستأتي في فصلنا الآتي في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى، فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيها متسع لذكر أمور خص بها ومعجزات لم يؤتها غيره من النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال: آتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، كما قلنا في خصائص النبوة وفي دلائلها ومعجزاتها، وأوتي ما لم يؤت أحد من العالمين في الكرامة والمناقب التي فضل بها صلى الله عليه وسلم، فإنه إمام الأنبياء، أما بهم في قصة الإسراء في بيت المقدس، وهو خاتم النبيين، ولم يجعل لأحد ختم النبوة سواه صلى الله عليه وسلم. أوتي الشفاعة العظمى يوم القيامة لم يؤتها أحد، وأوتي المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، أوتي الوسيلة، أوتي الفضيلة عليه الصلاة والسلام، بيده لواء الحمد، هو أول من ينشق عنه القبر، أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم في أبواب عديدة، ليس هذا أيضا مقام حصرها في بيان ما آتاه الله عز وجل مما لم يؤت به أحدا من العالمين. وكتاب الله سبحانه وتعالى حافل عاطر بتلك الفضائل التي خص بها والمناقب التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، وفي الجملة فقد بلغ مكانة عند ربه حسا ومعنى، حسا يعني في قصة المعراج، ومعنى يعني في المناقب والمكارم لم يبلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذا يا كرام للتأكيد على مقام عظيم يجب على الأمة أن توقره لأجله صلى الله عليه وسلم أعظم التوقير المأمور به أمته. قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذه من مقاصد بعثته، فإن الله لأجل ذلك أرسله. أما قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام للتعليل، وتعزروه وتوقروه، فتعزيره يعني نصرته، وتوقيره احترامه وإجلاله. وإنما يبلغ المؤمن في مقام توقيره صلى الله عليه وسلم المقام اللائق والواجب المستحق إذا وقف على جوانب موجبات هذا التوقير، والوقوف على مثل هذه الجمل في خصائصه وفضائله. بل إنه صلى الله عليه وسلم أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين والنبيين والمرسلين في شريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام، فكانت شريعة سمحة غراء، بل جاء حق واضح كلها أحكامها، فيها التيسير والتشريع، فيه التخفيف، شريعته التي جاءت شاملة كاملة وافية صالحة لكل زمان ومكان، شريعة هي أيضا من خصائصه التي بعث بها عليه الصلاة والسلام إلى الأولين والآخرين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل البديع على وجازته واقتصاره على جمل من أخلاقه العظيمة بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه وأخرجه الشيخان في الصحيحين. قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في وصف خلقته، فإن كفه عليه الصلاة والسلام كانت لينة، لينة حسا ومعنى، أما الحس فهو هو يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين، والعبارة على ظاهرها واضحة على حقيقتها، وأما لينها المعنوي، لين كف نبينا صلى الله عليه وسلم، فبالبذل والعطاء والسخاء والجود، أنفق عليه الصلاة والسلام وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر كما قال الأعرابي، أعطى عليه الصلاة والسلام عطاء حفظه التاريخ وسجلته الدواوين. قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الطيب المطيب عليه الصلاة والسلام، كان عرقه طيبا، كان يجمع في قماش أو قطن ثم يسلت يوضع في قارورة لتكون سكة طيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى أنه مع طيب بدنه وعرقه وطيب رائحته عليه الصلاة والسلام فإنه كان يحب الطيب، يتطيب ولا يرد طيبا، وكان من أحب ما يهدى إليه الطيب، وكان يضرب المثل في الطيب بالطيب ورائحة المسك حبا منه صلى الله عليه وسلم للطيب، وقد طيبه الله ظاهرا وباطنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول أنس رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذه الجملة المشهورة جدا في تواضعه، في كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، في حلمه وصفحه، في أدب التعامل مع الخدم وأهل البيوت، في الرفق بالصغار. فأنس رضي الله عنه خادم، أنس رضي الله عنه صبي صغير، أنس رضي الله عنه في عداد وحكم أهل البيت منذ أن أتت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بين يديه خادما. وقد وفقت رضي الله عنها وأرضاها إلى هذا الأمر، فكان أنس رضي الله عنه أسعد صحابي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يحكي هذه المدة التي قضاها 10 سنين، قال خدمته، ففي الجملة شرف ومنقبة لأنس رضي الله عنه وأرضاه، ثم في الجملة في تمامها خلق نبوي كريم ومعلم عظيم. قال: فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. يعني لم يعاتب ولم يعقب صلى الله عليه وسلم. أما العتب فما قال لي أف قط. هل هذا لأن أنس رضي الله عنه طيلة السنوات العشر لم يصدر منه صنيع أو فعل أو تقصير أو موقف قصدا أو بغير قصد، كان يبعث على التضجر من صنيعه والتذمر والتأفف؟ بلى والله، هو الغالب، ليس سوء ظن بأنس رضي الله عنه، لكنه الشأن البشري الذي لا تخلو منه الحياة، والخدمة مهما تفانى بها صاحبها يقع في تقصير ولا بد، فإنها شيء جبلت عليه الحياة. لكن الأمر ليس متعلقا بعصمة أنس رضي الله عنه من الخطأ والتقصير، بل أمر يتعلق بعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. لن أقول لك ما الذي فعلته مع خادم من خدمك أو موظف يعمل تحت إمرتك عندما يقصر، وأنك لم تعاتبه يوما قط على مدى سنوات متتابعة، بل سأسألك عن أهل بيتك من أولادك البنين والبنات، ممن تأمرهم وتنهاهم فيفرطون ويجهلون ويقصرون ويخطئون، وكذا شأن الزوجات وأهل البيوت. هل وجدت نفسك قد بلغت في الحلم والصفح والعظمة والتغاضي والإعراض أنك لم تقل مرة أف تذمرا وتضجرا؟ هذا مبلغ عظيم قد بلغه ربي الأمة صلى الله عليه وسلم، نذكره لنزداد حبا وتعظيما وإجلالا وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم، لنزداد حبا نملأ به قلوبنا لشخصية عجزت البشرية أن تجد شبيها كاملا له عليه الصلاة والسلام. نذكر ذلك ونكرره ونتدارسه لنحمل النفوس على الارتقاء بأخلاقها والسمو بشمائلها. لا نبلغ سقف ذلك قط، لكننا نجاهد في الارتقاء قدر المستطاع، وكل موفق وميسر لما يتهيأ له. قال: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذه الإشارة إلى عدم المعاتبة، قلنا قبل ليس فيها معاتبة وهذه ليس فيها تعقيب، فلا عتب ولا تعقيب.
أمره أن يفعل الشيء أو صدر منه فعل الشيء فلم يعاتبه تعقيبا لماذا فعلت ذلك، ولا لشيء تركه أو قصر فيه ألا فعلت كذا. كان يكفيه أن يطلب عليه الصلاة والسلام ليمتثل أنس رضي الله عنه وغيره من آل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام في الامتثال واستقبال شأنه والقيام على حاجته عليه الصلاة والسلام. الحديث البديع الجميل ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الكريم في خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث من جملة أحاديث عديدة في هذا السياق تأتي لذكر شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لن تحصر، وقد أفردت لها المصنفات ودونت لها الدواوين، لكنها غيظ من فيض. وفي ذلك قال ربنا عز وجل في آيات كثيرة يمدح بها مقامه ويثني بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة أوجزت في آية سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. وما أجمل قول أمير الشعراء رحمه الله تعالى في وصف طرف من هذا الخلق النبوي الكريم يصف به سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء. يعني كثير ممن يبالغ في الصبر والحلم يفعل ذلك تحلما، يعني تحاملا على الحلم، أو رياء في المواقف التي ترصدها الأنظار، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال: وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. يعني لعظمته صلى الله عليه وسلم يمضي أمره وينفذ حكمه وقضاؤه، وإذا حمى حمى الماء لا يمكن أن يورد عليه مهما كان مبتغي الماء، ولو كان قد بلغ الظما أولئك الكبراء من الملوك والقياصرة. قال: وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا مشيت إلى العيدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء، دين يشيد آية في آية لبنائه السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء. هذه إشارات يبدي فيها
المحبون في الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة من مشاعر نفوسهم تجاه هذه العظمة في أخلاقه الكريمة التي بسط بها على أمته صلى الله عليه وسلم رداء من العظمة عاشت في أكنافها خير أمة، عظمة تظللت الأمة في أفيائها خير ظلال، فاستلهمت أسمى الأخلاق وأشمى وأسنى السيم، استلهمت الأمة في ظلالها أسنى الأخلاق وأرفع الشيم. هذه أخلاق عظيمة وسيرة عطرة بسطت ظلالها، فغدت أمتنا بفضل الله جل جلاله خير أمة أخرجت للناس تتفيأ من ظلال أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام معاني غزيرة، وترتوي من نبعها المتدفق حتى تتعاقب الأجيال على هذا المورد العذب الزلال غضا طريا كما هو منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاق نبيكم، هذه نبذة موجزة منها، فأقبلوا عليها ونشئوا عليها ناشئتكم وفتيانكم وفتياتكم، فإننا إن فعلنا ذلك فإننا والله على خير وإلى خير بمجتمعاتنا، بأخلاقنا، بناشئتنا، بأجيالنا اللاحقة، أن تنشأ على أكرم خلق وأطهر سيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما ابتغينا الصلاح لأنفسنا والإصلاح في مجتمعاتنا، فلا شيء يعالج الأخلاق ويقوم اعوجاجها، لا شيء أسمى ولا أطهر ولا أسرع برئا لها من مداواتها بهذا الخلق المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. اعلموا يا كرام أننا في توراث أمتنا الإسلامي بين يدينا ثروة هائلة ومنجم خلقي كريم، نحن بحاجة إلى أن نكون أسعد الأمم به وأكثرها عناية وإقبالا عليه واشتغالا به واستخراجا من كنوزه ما نتفيأ به مصاف الأمم السعيدة في حياتها الكريمة بأخلاقها. لا يمكن والله ولا يليق بأمة هذا نبيها وهذا خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يليق بها والله أن تنحدر في أمور تنحط بها الأخلاق لدى أجيال أثرت فيها سفهاء البشر وغوغاؤهم وسفلتهم. والله لا يليق بأمة هذا نبيها وهذه أخلاقه العطرة أن تظل متسولة على موائد الأمم تقتات منها الفتات في الأخلاق المنحطة والقيم الرذيلة التي لا تليق بنا أمة الإسلام. فعودا حميدا إلى هذه المائدة الكريمة من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الخير كله والسعادة بأسرها والحياة الكريمة الطيبة. ثم أضيئوا ليلتكم وجمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولنا في المجالس المقبلة حديث يتبع فيه السابق باللاحق حتى نتم الكتاب بعون الله. صلى عليك الله يا من حبه قد بصر الألباب بعد عماها، صلى عليك الله يا من ذكره قد طيب الأسماع والأفواه. فيا رب صل وسلم وبارك عليه وارزقنا بالصلاة والسلام عليه على المراتب وأسنى المقامات يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا يا ذا الجلال والإكرام وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.